احنا شباب بشكل عام موظفين بشركة البريد الأردني بعد ما صارت هيكلة رواتب الموظفي الحكومة تفاجأنا واستنينا يعني لغاية هي احنا بشهر 6 بده يجي وما صار هيكلة لرواتبنا واضطرينا نقوم هذا العمل واسفين ومتاسفين يعني عشان نحصل شيء زي اللي بحصل ابسط حقوقنا يعني زي اللي حصلوا زملائنا باقي موظفين الحكومه. الان في لجنه مشكله من دوله رئيس الوزراء لدراسه هياكل الشركات ورواتب المؤسسات او الشركات المملوكه للحكومه بالكامل، واحنا نتمنى انه يعني ينصف موظف البريد في هاي، وانا اعتقد واجزم انه راح ينصف موظف شركه البريد كوننا يعني ما وصلنا لمراحل الشركات الثانيه المملوكه للدوله.